الاهلي ما كانش هقول مأثر بشكل كبير جدا، لا انا مش زعلانه من النادي الاهلي وزعلانه من لاعبتنا على فكره، انا مش زعلانه خالص، لان في بارت كبير جدا في كره القدم ده بقى اللي هو ملوش حسابات بيبقى عدم توفيق، يعني في عدم توفيق كان امبارح بشكل كبير. وهرجع برضو اربط، ولو اني انا من اكتر الناس اللي ما بحبش دايما امسك اصل كان، يعني ما فيش ظروف محيطه انا بعول عليها اي مكسب او خساره، انا ده طبعي دايما وفي كلامي دايما لما باجي اتكلم عن اي مباراه انا وكريم عامه بطبيعه الحال الصبح انا بحب كده، يعني احنا خسرنا عشان ما كناش كويسين، مش عشان سافرنا كتير، مش عشان الملعب وحش، ماليش دعوه بالكلام ده كله، المهم في الاخر انا خسرت. على كل حال لكن برضو المنطق يقول اما انت يا كريم بجد بتلعب كل 72 ساعه والمنافس بتاعك، وهرجع اركز على النقطه دي وهنتكلم عنها بالتفصيل في الفقره الحواريه، لا مريح تماما، انت بتكلم بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا بالمناسبه، هما الاثنين مريحين تماما وجايين على الماتش، طب ما طبيعي هيجي قول لي بقى فارق سن، قول لي مش عارف ايه، قول ما فيش الكلام ده برضو ابدا، انت جاي ما عندكش حاجه غير المباراه دي، لكن انا كنت بلعب بكامل طاقتي من 72 ساعه بس، لا عامل بيؤثر على فكره، واللي مش شايفه يبقى مش عادل، عامل بيؤثر سلبا بشكل كبير، لعيبه كانت تعبانه الى حد كبير اصلا، يعني حقهم بصراحه، يعني خلي بالك اللي جاي يلعبك ده وهو مريح وما لعبش اي ماتشات قبل كده يعني على خلافك، كمان طبيعه اللي جاي ده عامله ازاي؟ احنا بنتكلم على فريق برازيلي، يعني المدرسه البرازيليه وحضراتكم يعني عارفين كويس جدا ان هي بتستنزف اي فريق بيلعبهم من مدرسه مختلفه او مغيره، هم عندهم قدره، انا ما بقتش عارف الحقيقه لو حيدنا حته التوفيق وعدم التوفيق، طيب اللي حصل امبارح ده هل وفيما يتعلق بمساله اهدار الفرص، هل ده جاي نتيجه الاجهاد زي ما كانت نهاوند بتتكلم، احنا يعني لعبنا ماتش قوي جدا قبلها بعدد محدود من الساعات حتى مش من الايام، هل ده السبب؟ هل عدم التركيز هو السبب؟ هل الطريقه اللي كان بيلعب بيها الفريق البرازيلي ودي طريقة متعارف عنف عليها رهيب يا كريم تستهلك. لا عنف رهيب، يعني هو بص انا فاكره بالميراس برضو ماتشنا مع بالميراس الكره البرازيليه يعني احنا بنحبها على فكره، لكن هم بقى عندهم ستايل شويه مختلف اخر كام سنه، العنف الزايد والضرب، انا انت شفت كان بيتعمل ايه في اللعيبه بتاعتنا، لا مش معقول، في عنف، في لعب عارف لعب مش بقوه حتى، لعب بطريقه اللي هو هتاخد مني الكوره هوقعك هخبطك، وشفناها كتير جدا، لا في عنف وفي تراخي من الحكم، مش هقول حاجه، الحكم البولندي ده من افضل الحكام وكان بيحكم كاس العالم والكلام ده قلناه، قلنا السي في بتاعه وقلنا احنا لا نريد غير العداله التحكيميه بالمناسبه، ولكن اللي حصل لا كان في ضربات كتيره جدا برضو، احنا طبعا ما عندناش القدره ان انا وانت نحلل، هيكون معانا يعني خبير تحكيمي النهارده على مدار الحلقه ان شاء الله عشان نساله في ده، لكن امبارح ناس كتيره جدا علقت في الاستوديوهات التحليل المختلفه، انا قبل ما انام بحب اخد فكره ايه اللي حصل، فكل الناس اجمعت لا في حاجات عليه علامة استفهام الحقيقة، يعني على كل حال يا كريم عشان يعني في كلام كتير لازم هنقوله فخليها في وقتها، بس طبعا احنا كنا في الاول وفي الاخر نتمنى الفوز للنادي الاهلي، لكن انا بشوف ان مع يعني هنحيد شوية اهدار الفرص، بس بجانب ده هما لعبوا مش وحش يا كريم، أكيد. يعني وكولر عشان بس نبقى واضحين اللي قاعد ينتقد كولر، انا شايفة ان كولر وصل اللعيبة يعني للتشكيل الامثل، انت بقى بغض النظر برضو عن اللي بيعترض عن التغييرات وانا معاهم في النقطه دي هنتكلم فيها، بس هي القصه كلها ان انت بتوصل للمرمى بتاعه المنافس وانت اللي ما بتعملش او ما بتقفلش اللعبه، يعني انت اللي ما بتحرسش الهدف، انت اللي بتضيع الفرصه، مش كولر، معلش يجي يقول لك اصل برضو في الاستوديوهات المختلفه يقول لك كولر يا جماعه، لا مش كولر خالص، الاي بي سي كره قدم مش كولر المسؤول ابدا عن اي اداء سيء بصراحه، ممكن يبقى مسؤول عن التغييرات لكن اداء سيء او اللي هي الفينال بتاع اللاعب لا مش كولر مسؤول عنها خالص، يعني